دلوقتي في ناس كتيرة قوي كان عندها مشكلة في المساحة، ان الاذر عندهم مساحته كبيرة جدا، وانا مثلا منهم اهو عندي الاذر 50 جيجا. فالمشكلة دي حلها بسيط جدا، يعني انت عندك ايه، بعد تحديث اندرويد 12 الابس بقى الاكسس بتاعها اتشال، فانت كل اللي انت هتعمله بس هو انك تحط الاكسس بتاعها بس مش اكتر يعني. فهتدوس بس على الاي ديت وهتديله البرميشن تحت هنا اهو، تنزل لحد ما تلاقي ماي فايلز هتلاقيها مقفولة، هتقوم فاتحها وهترجع تاني، هتلاقي ان الاذر بقى ايه بسعره بحجمه الطبيعي جدا، اللي هو ايه 10 جيجا و700 ميجا مثلا عندي يعني. كل واحد بقى ايه والحجم الكاش اللي عنده. طب احنا عايزين نتخلص من الاذر ده، هنشيلها ازاي؟ كل اللي انت هتعمل بس هو انك تروح للابس. يعني بص مثلا اهو عندك الابس اهي 40 جيجا، ال 40 جيجا دي ايه، دي اللي هي كل الابس اللي عندك مثلا، ده اللي عندي يعني. فهتخش على كل تطبيق ذات نفسه، تقعد تمشي كده في التطبيقات، اي تطبيق تحس ان هو ايه واخد منك مساحة كبيرة، فانت هتخش في الاستورج. اول حاجة هتدوس على اسم التطبيق مثلا، تخش على الاستورج او اللي هي مساحة التخزين يعني، وهتمسح الكاش. يعني مثلا اهو الجالاكسي ستور مثلا عندي 70 ميجا مثلا، فانت هتعمل كلير كاش بس. خلي بالك اوعى تعمل كلير داتا، عشان لو عملت هيمسح الداتا بتاعت التطبيق، واي حاجة انت عملتها فيها هتمسح كأنك منزله اول مرة، فالاكونتات بقى كل حاجة هتروح منك. فتقعد تعمل كده بقى في كل التطبيقات بقى، يعني مثلا تخش على دي مثلا، تخش على المساحة تمسح الكاش، بس ده ما فيهوش كاش فايه مش هنمسح حاجة. هتقعد تخش على واحد تاني مثلا، دي مثلا ايه، هتروح عند الستورج اهو تقوم مسح الكاش نفس الكلام برضو، وواحدة واحدة بقى لحد ما ايه، لحد ما تفضي الكاش كله بقى بتاع كل الحاجات بقى، بحيث انك ايه تخلي الاذر 0 جيجا، بحيث انك ايه توفر من مساحة البتاع، مساحة الموبايل، والدنيا تبقى كلها جميلة يعني، وإيه وما ياخدش منك مساحة كبيرة ويكون فاضي. وفي برضو ميزة كمان برضو في الموبايل، إنك ممكن إنك تستغل 8 جيجا كاملين من المساحة وتحولهم لرام، فكده الموبايل 8 رام هتخليه 16 رام، فده أوبشن جميل جدا بعد أندرويد 12 ما نزل. فخلي بالك بقى إيه، خليه شغال دايما يعني، وافضل اقعد امسح في الكاش كده واحدة ورا التانية لحد ما تلاقي إن الأذر بيقل معاك جامد جدا. ولو عايز برضه تمسح أو التطبيقات برضه الدنيا تبقى جميلة يعني. فبس كده، ده أحسن طريقة إنك تمسح بيها الكاش، والأذر بتاعك هيكون فاضي وكل حاجة تبقى تمام. لو عجبك الفيديو متنساش لايك وسبسكرايب لو عايز، وبس كده.